عارفه السجل الضخم، عارفه في افلام اللي زي لورد اوف ذا رينجز وكده تلاقي، وهاري بوتر حاجات، تلاقي السجل عظيم. ودلوقتي هنعمل كده، نقفله نحطه على جنب ونطلع واحد تاني كده ونقول انه مع يعني كان من كام سنة بس، وكنت صغيرة على المسؤولية اللي شلتيها في رأفت الهجان. يعني انت عملتي جزئين ولا التلاتة؟ التلاتة. يعني الهجان كان نقطة تحول أكيد طبعا، وعارفة كل واحد فينا عنده حتة وحتة وطنية كده مدفونة جواه، أول ما تلمعيها كده تبرق. يعني صحيح. تبقى زي ألماظة كده بتفتح. الهجان عمل كده. الورق جالك ازاي؟ من عند يحيى العالمي ولا مع يحيى على طول؟ كان الاول برضو عادل امام اللي هيعمل رأفت الهجان، وبعدين رحنا وكان الاستاذ صالح مرسي. أيوة. هو كاتب طبعا، وقعدنا قعده كده اهو. طبعا حصل يعني سوء تفاهم في وجهات النظر، فأستاذ عادل مشي، وكنت أنا مع يحيى العالمي وكنت مع عادل في الحدوتة دي. فلما حتى عادل مشي خلاص أنا ماضية، يعني أنا موجودة، أنت ماضية مضطرة تكملي. ده التلفزيون بقى المصري أياميها، فما يعني دولة، دولة يعني. فكملنا وقعدنا وبتاع، وبرضه محمود كان أحلى حالاته، وكانت لمحمود عبد العزيز في رأفت الهجان. عملناه، وانا فاكره ان ما كنتش شفت مرات الهجان الحقيقيه. بس هي طلعت في انترفيو مش فاكره مع مين، قالت لهم انا كنت خايفه جدا يجيبوا حد ما يعرفش يعمل شخصيتي، بس انتوا جبتوا اصح ست ممكن تعمل الشخصيه دي. Ich finde sie sehr gut. Sie ist mir sicher irgendwo ähnlich, nicht exakt, das ist normal, aber sie macht das also sehr gut und sie versucht wirklich aus der Persönlichkeit was zu machen. بسأل المدام هيلين ايه رأيها في دور يسرى في التمثيل، اذا كانت هي يعني تشبه لها في بعض الحاجات، او ازاي خدت يعني الدور بشطاره كبيره. فبتقول لي انها فعلا واخده مني كتير، وقدرت انها تبين الشخصيه، وهي ما تعرفنيش طبعا عشت ازاي، ولكن من الشكل ومن حيث التمثيل هي ادت دورها كويس جدا. رحنا وعملنا الجزء الاول، وعملنا الجزء الثاني، وعملنا الجزء الثالث. وبعدين كان في الجزء التاني بقى ان انا بشرب القهوه طول الوقت. وانتي بتصوري بالحلقه. وبتقبضي على الحلقه حتى لو ظهرتي فيها. فعندي عندي شوت واحد سي مثلا في حلقه رقم 15. اعمل كده. وبعدين بس قلت لهم هقبضها، مش طلعت هقبضها. إن أحيان كتيرة كنت بشعر إن رأفت مش إنسان عادي، في تفكيره تصرفاته ما كانش إنسان عادي، حتى في إنسانيته ما كانش عادي، والغريبة معاملته ليا كذوب وكأب لولاده ما كانتش عادية. افتكر مرة قلت له ساعات بحس إنك زي جبل التلج، أربع تخماسه تحت المية والخمس بس هو اللي ظاهر للناس. إيه بقى اللي بيخليك تقولي كده؟ ما أعرفش. لا، لازم تعرف. ليه لازم أعرف؟ لأن من حقك وواجبك إنك تعرفي كل حاجة عن الإنسان اللي اخترتيه إنه يكون شريك حياتك. بس أنا مش عايزة أعرف. بس برضو الهجان من عمل حاجة، عمل جنون. يا خبر. ويحيى العالمي كان مخرج جميل قوي. وكان يمتعك كممثلة وتستمتعي معاه. طبعا محمود بقى بخفة الدم اللي بتطلع منه، بشكل تلقائي
فجأة تبقي تريست قوي كده هو زي في ضرب الهواء مرة عملها فيا بيضربني برضو كده بالقلم. قلت له لا انت ايدك كبيرة قوي اوعى تضربني اوعى وشي حيطير مش هزار. فدايما كان يقول لي يا أوسة ما يقوليش ولا يسرى ولا اي حاجة. فابقى عاملة كده وبركز وبتاع فيروح فككني في ثانية ومهزر. في مجموعة مسلسلات اتعملت لكن احنا وصلنا مثلا في نوعين. في مسلسل بتعمليه ايام ما كان المسلسل شكله كده مثلا زي المسلسل اللي اتصور في لندن انت فريد شوقي وسهير البابلي وانت الصول مجاهد الشاهد الوحيد الشاهد الوحيد اللي هو كان ابويا فيه الصول مجاهد في الدنيا في لندن في سان جونز وتولعوا حرائق في الاوتيل وبلوي سودا لا غرقناه الاوتيل مره سهير البابلي غرقته ومره حد مش عارفه شوى ايه باين ولا ولع ايه حاجه كده غرقته لما دخلت قعدت في البانيو يا ريت قعدت في البانيو هي فتحت البانيو هتعمل باديدس قالت انا عايزه باديدس كانت غاويه قوي تحط تملى البانيو وتقعد فيه وتعمل رغاوي كده تبقى حاجات كده. اوضتها هنا اوضه الملك هنا فريد شوقي ونسينا بقى ان هي هتعمل باديدس. رحنا قعدنا على الارض عند فريد شوقي فالميه سرسبت وفجاه لقينا رحنا كلنا مبلولين. تقول لي يا اختي الدنيا سقعت ليه؟ قلت لها مش عارفه بتعمل كده مش هزار الموكات كله طار بحر احنا قعدنا في بحر. وفريد شوقي يقول لها يعني معقوله يا سوسكا نغرق المكان؟ ما اتنقلش من مكانه ما قامش وقاعد برضه قاعد مكانه حبيب قلبي. جوا سرايا حركه باذن نظره باذن كلمه باذن الفرجه متعه وده الاساس والمطلوب. والفرجه على مسلسلات يسرى ممتعه ادوار كتير وشخصيات صعبه دكتوره يمكن بنت بلد يا سلام مذيعة ساعات أم ورب البيت أحيانا كأنك قدام طبق مليان فاكهة باللوز ومتغرقة شربات على الهوى حاجات تخليك تحتار هي يسرى مين فيهم وإزاي قدرت تبقى كل دول مع إن الإجابة سهلة يا سادة دي يسرى مش أي حد. جينا بعد كده دخلتي في مرحلة بقى اللي هي مسؤولية في منتهى الخطورة لما تعملي مثلا مسلسل من بابه بقى شايلاه في وقت بقت المسلسلات في رمضان تدينا ده في أين قلبي ولا حياة الجوهري؟ حياة الجوهري صح انت صح هنا بقى اللي ابتديتي تطلعي بالعمل من بابه في 30 حلقة مش 14 زي زمان في فتره التلفزيون المصري متشاف على كل الوطن العربي كان اهم حاجه يعني الحته الوحيده اللي كانوا بيعملوا لها حساب التلفزيون المصري وبالذات في رمضان ولما الدراما بقت بالقوه بتاعه انك انت يعني بقت الاعمال من نوع ده زي حياه الجوهري حياه الجوهري ده اول مره انت شايله كل الليله على قلبك 30 حلقه في وقت اول اخراج لوائل عبد الله اول اخراج لي وعندك وقتها مينيمم 70 مليون مشاهد بيتفرجوا عليك في نفس الثانيه صح يعني ما فيهاش اسمه لا ما فيهاش فايه بقى كانت التجربه دي ايه انا ما كنتش عايزه خالص اعملها خالص واللي اصر ونزلني وخلاني اعملها مصطفى متولي لانها كانت انتاجه مع وائل عبد الله وانا مالي وانا مش عايزه وايه ما عملت كده وفاكره انا اول يوم نزلت ورحت اشوف الديكور جالي زعر قلت له بقول لك ايه لوائل قلت له لا الديكور هافي قوي زياده عن اللزوم انا مش هقدر اشتغل قال لي هنفركش قلت له ما هنفركش انت خايفه ولا الديكور تقيل لا ولا فعلا تقيل تخش تروح عامله تتقبضي منه فهو تقيل في الحاجات اللي مرصوصه فيه
هو نفس الديكور بس خففنا الحاجات اللي فيه. انما ما تفهمي بقى رعبي انا الاساسي على الديكور، عارفه تحطي ده في ده، فركشت. وائل كان محبط جدا جدا، قال لي احنا ابتديناها كده يعني بفركشه؟ قلت له وكملنا وعملنا وعملنا مسلسل جميل. حقيقه. وفي اوقات ما كناش بننام فوائل يخلص تصويري يروح المونتاج، وعندنا الصبح بقى هو هيجي لي من المونتاج علشان نروح نصور، فلاقيه يعني نايم في العربيه. اقعد اصحي فيه اصحي فيه لحد لما يقوم. وكنا كل يوم بنعمل يعني انا بعمل الغدا مخيف، لان جنبينا بقى كانوا الناس بقى اللي بيعملوا المشلتت والمحبك والمشبك في المسلسلات الثانيه ولا فين؟ لا في المنطقه اللي احنا كنا فيها، لان احنا كنا في حته كده مش عارفه عليها عارفاها في الهرم في الهرم. اوكي. سمنودي. اوكي. سمنودي. كل يوم في وليمه. مصطفى عايز ياكل جبنه قريش، اقول له معلش هات الجبنه القريش معاك بس تعالى كلنا هنقعد، ولا ياكل ولا ياكل القريش ولا ما قريش مين. خلاص. بالمناسبه حياه، ما تنسيش تبعتي للغرباوي وابو النور ومجدي الباشا. انسى ازاي؟ ده انا هدفعهم تكاليف الحفله كلها، مش هم اللي شبهوني. وما تنسيش تبقي تمدي العقد بكره. بكره؟ ايوه بكره، عشان انت بقى تاخدي حقك ونخلص من الحكايه دي، ولا لسه هيبقى لها ديل؟ هما مستعجلين على ايه يعني؟ طب وانت مستنيه ايه؟ ده ختم هنا وختم في السجل القديم. وبصراحه بقى هما قلقانين وعايزين يحضروا الحفله وهم مطمنين. لا اقول لهم يطمنوا، يطمنوا خالص. وكان كمان في الفتره دي المسلسلات ما كانتش منتش بتنتشر، يعني كل وقت ما بيمر كل ما وسائل انتشار العمل بتزيد جدا. طبعا. فانت مثلا مشيتي ديجرادي في حياه الجوهري، وبعدها يمكن اوان الورد واين قلبي. اوان الورد كانت من الاوائل. بس دي كانت حلوه قوي. طيب خلينا اروح بقى مطرح مكان المسلسل ابتدى بقى في الفتره اللي المسلسل سمداني واحد. اوان الورد. اوان الورد طبعا، سمير سيف واستاذ وحيد طبعا. حسن قصده يعني ان لو لقدر الله يعني وبعد الشر الولد ما رجعش، انت وجوزك لسه شباب والعمر ان شاء الله قدامكم طويل، ممكن ربنا يرزقكم بطفل تاني. اسفه جدا، ده انت طيبه قوي عليا هنا. انا بالنسبه لي مش بس صعب، مستحيل اقدر اخلف تاني الا وابني في حضني. وابنك اذا كان يقدر يتجوز يروح يتجوز ويخلف ويعمل اللي هو عايزه، لكن انا ابني لازم يرجع تاني في حضني، واذا ما كانش ادفنه واعرف قبره في ايه. لما نقفز كمان القفزه بتاعت بقى انه كل يوم المسلسل ده بيتقطع ويتشير ويتعمل، والانتشار رهيب جدا، كان بدايه من شربات اللوز. لان هو اولا عجب الناس بشكل رهيب، الشخصيه كانت رائعه وجميله جدا وقريبه من الناس قوي. وسمير غانم كان جميل فيها. وكل الناس. لا ورجوع سمير غانم ده كان الكامباك بتاع سمير. وسمير عمل حته كامباك ما حصلش. ستينك. سوري. ادخل. اخرم. قول لي انا هتصرف ازاي؟ مش عارف. ما هينوبها غير قطمه الوسط في تنظيف الشقتين. وبعدين انت في تنظيف الشقتين. ما حلتوش اللزق بس ما هينوم مهجة الا قطمة الوسط. فاهم. في ايه؟ جميلة بتولد يا خالو. انا عملت كده يمكن تترات تنزل عليا انا. صور يا هلا. في ايه انت بصلي كده ليه؟ بصي يا هلا يا حبيبتي، من ساعة ما مسك رجلي بقى يا سلام، الله أكبر، إيده طريش فيها بلسم يا أختي. ايدي بقت احسن ايدي. هوريله يوم اسود
من خرد من خرد الايام. وكان اول اخراج لخارج لخالد مرعي. ايوه. والتاني حاجه لتامر حبيب. كان اول حاجه عملها لي خاص جدا. ايوه اللي هي دكتوره نفسيه وبتاع. كان اخراج غاده سليم وكان اول اخراج ليها. عشان تعرفي في اول 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 كده. بيسرى كانت سبب رئيسي في ان انا جت رجلي لان انا اكتب مسلسلات، يعني خاص جدا هو اول مسلسل كنت اكتبه. انا كنت محظوظ قوي ان البدايه تبقى مع يسرى. يسرى دي اللي انا اساسا معجب والهان قاعد في السينما بتفرج على الكرسي كده وبحب الست دي، وبالنسبه لي هي كائن مبهج جدا. فاول ما اشتغل مسلسل هشتغل مع يسرى، فانا فعلا كنت محظوظ جدا يعني. وقعت في غرام هذه السيده يعني، يعني ما اظنش ان حد يعرف يسرى وما يقعش في غرامها. وانا محظوظ ان هي كمان حبتني، وحصل بينا كيمستري كده وبقينا فعلا صحاب، فعلا صحاب. وسافرنا كمان في المسلسل سوا، ففي السفر الناس بتقرب من بعض، والناس اللي بيعرف يعرفوا يبقوا صحاب بتبقى رحله حلوه بالنسبه لهم قوي. فالحقيقه يعني الكيمياء حصلت جدا، وحبيت الشغل معاها قوي، حبيت حتى روحها في اللوكيشن يعني. يعني ايه فعلا فعلا على مدى الثلاث مسلسلات اللي كنت بشتغلهم، لو يوم او قعدنا مثلا يومين ثلاثه تصوير معناش يسرى، لما بتيجي انت وحشانا يعني، بصي انا هكتبك في كل مشاهد، انت لازم تبقي موجوده. فحصل ده بينا. فجينا بعد كده بقى في اتفاق ضمني، لما يبقى عندك حاجه كويسه وحابب يلا نعمل كده تاني نعمل كده تاني. يسرى كانت بتعمل طول الوقت السيده الارستقراطيه، فطب ما يلا نخليها ست شعبيه. وبعدين كان بقالها كتير قوي ما عملتش كوميدي، فيلا نجرب من باب التغيير نعمل كوميدي. وبعدين فكره الست اللي ما عندهاش اخطاء، او يعني اللي هي الشخصيه المثاليه قوي، يلا نفجرها ونخلي شربات دي ست سليطه اللسان الغايه عندها تبرر الوسيله. فلما الفكره دي جت على بعضها، وانا رايي الشخصي بجد ان يسرى من الكوميديانات المصريين المهمين، لان الستات اللي مثلوا كوميديا وبالذات في الفيديوهات في الستات الحلوه يعني اللي هي يعني البطله النجمه يعني، قليلين قوي اللي نجحوا يعملوا كده منهم يسرى. فالموضوع ممتع، انا حر جدا. وبعدين قماشتها كممثله واسعه جدا، دي يسرى عملت كل حاجه في الدنيا ما شاء الله يعني. فبالتالي انا مفيش اي شخصيه هتخطر في بالي واقول لا بس يسرى ما تعرفش تعمل الشخصيه دي. فيبقى يا ريت نقعد نشتغل مع بعض ونقعد ننوع مع بعض ونروح حتت حلوه مع بعض. ده انت اللي ستي وتاج راسي يعني. انا عرفت كيفك بقى، وهتديني 7000؟ مش كانوا 5؟ ياختي زي ما انت عايز. مش قادر انسى ابدا ابدا. في وقت من الاوقات كان حصلت لي وعكه صحيه جامده يعني، وكنا بنصور وقتها شربات لوز، وانا على اثر ذلك دخلت المستشفى فتره طويله. وكانت يسرى بتخلص الاوردر بعد عدد ساعات شغل لا منتهي، وتقوم جايبه دكتورها الخاص في عربيتها وجايه على المستشفى عندي زياده اطمئنان تخليه هو كمان يكشف عليا، تلف على كل الممرضات وتتصور معاهم بكل سماحه صدر واحده واحده عشان الناس دول يهتموا بيا، تلف على الاوض برنامج حول الاسره البيضاء، فاهمه؟ تلف على الاوض اوضه اوضه تزور العيانين وتطمن عليهم. ومكالمتها مع امي مش مكالمه واجب، مكالمه كل يوم، دي مكالمه اطمئنان بجد كاني واحد من بقيه عيلتها.